طبعا القمة الروسية التركية ستترك أثرا لا شك في الملف السوري، لكن الملف السوري سيكون حاضرا ضمن عدة ملفات أخرى مثل ملف أذربيجان، مثل ملف روسيا، ومؤخرا ملف صربيا وكوسوفو، وأيضا ملف الطاقة. لن يكون الملف السوري هو الأبرز، لكن سيكون حاضرا من ضمن هذه الملفات. قبل كل قمة نشهد تصعيد من الطرف الروسي ومن النظام السوري ضد تركيا وضد حلفائه من الجيش الوطني والجبهة الوطنية. الغاية منه هو استعراض العضلات قبل القمة، لأنه من يكون قوي وممكن على الأرض هو من يفرض شروطه على طاولة المفاوضات وفي الدوائر السياسية. تعودنا كثير انه في لقاءات بيناتهم، بس اللقاءات على اعتقد على ارض الواقع ما في شيء، عباره بس عن لقاءات وتصوير بين بعض، وهذا زار فلان هذا فلان، بس وراء كل لقاء في تهجير، في نزوح بين الناس، والناس تعبت ميكين، صار في فقر، صار في مشاكل، صار في مرض، وما في شيء على الواقع طاول. بنتمنى نحن من الرئيس اردوغان بس يصير ولو ضغط على الروسي مشان هالطيران وهالناس، لاني وراء كل لقاء معناتها في دمار للشعب، صار في جهز حاله للنزوح. اكثر من هيك ما بعرف احسن نحكي، لاني كل شيء ارض الواقع مبين. توقعاتي انه بعد كل اجتماع عم بيصير بين الرئيس اردوغان والرئيس بوتين، كل ما الوضع عم يستاء اكثر واكثر، ما يعني ما في شيء لصالح الشعب عم يقدموه، كل ما الوضع عم يرجع لورا يعني. فبنتمنى في هذا الاجتماع انه يكون الوضع احسن، بيقدموا شيء للشعب، مطالب اني حريت اللي طالبت فيها وطلعت كرمالها واللي راح كرمالها شهداء كثير يعني. نحن بنتمنى انه ننال حريتنا بعد كل هالسنين اللي مضت يعني. طبعا ما في توقعات كبيره يعني لاسباب معروفه. اول شيء نحن ما بنعرف شو عم يتفقوا من تحت الطاوله. دائما باي اجتماع بتطلع نفس الترتيبين، وقف اطلاق النار، التاكيد على انه المناطق يصير ما عاد استهداف مدنيين، ادخال المساعدات. طبعا هاي بشكل دائما هذا المكشوف انه بشكل واضح. بعد الاجتماع بترجع على التطبيع على الارض، بضل الاختراقات النظام وقصفه بدعم من روسيا، الطيران لساته موجود حتى بالمناطق اللي بتعتبر هي امنه باتفاقات دوليه بيطلع بيضربها وكانه ما في شيء اتفاقات. فطبعا ما في توقعات وامل كبير باي اجتماع يكون.